آمنا به ولم نره، صدقناه ولم نسمع كلامه. اللهم فارزقنا المقام تحت لوائه، اللهم فارزقنا المقام تحت لوائه، مع الركع السجود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ أم كيف تنام عنك العيون وأنت على كل شيء رقيب، وفي كل ليلة تتنزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نحن التائبون إليك فتب علينا، نحن المستغفرون المنطرحون على عتبات بابك فاغفر لنا، نحن المتجاوزون فتجاوز عنا، نحن المخطئون في ظلم الليل فارفع غضبك عنا، واسترنا واسترنا بسترك الجميل. نحن السائلون السائلون السائلون، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم عليه السلام فاجتبيته. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به نوح عليه السلام فنصرته. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا عليه السلام فوهبته. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي استغاثك به يونس بن متى عليه السلام فأغثته. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به حبيبنا عليه الصلاة والسلام فأجبته ونصرته وآويته وكفيته، إلا عتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك. يا أمان الخائفين،
يا أمان الخائفين آمن روعاتنا واستر عوراتنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، احشرنا مع أوليائك الصالحين، احشرنا مع أوليائك الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن لنا أحبابا رحلوا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا حالهم لا يخفى عليك، اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين، اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين، ويوم قيام الأشهاد مطمئنين، وبجوار حبيبك عليه الصلاة والسلام خالدين. يمن كتابنا وكتابهم، يسر حسابنا وحسابهم، يسر حسابنا وحسابهم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا فيه على الإخلاص لك يا رحيم يا رحمن، وأعنا فيه على الصيام والقيام يا أرحم الراحمين، وأعده اللهم علينا عاما بعد عام ونحن في عافية وصحة وأمن وأمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.